اكيد هنتكلم على محمد صلاح. يمكن محمد صلاح يعني زي ما بقول يمكن في الانترو كمان مرشح لجائزه افضل لاعب الشهر شهر اكتوبر على مستوى البريمير ليج، رغم ان محمد صلاح ما سجلش يمكن اخر مباراتين، لكن يبقى محمد صلاح القوة الضاربة في طبعا في خطة وفي خط هجوم يورجن كلوب ما فيش شك. يعني محمد صلاح أول مرة ما يشاركش في هدف مع ليفربول من أغسطس لما كان بيلعب ضد بيرنلي، وده رقم كبير جدا. تاني مرة ما يسجلش، ولكن الماتش اللي فات عمل أسيست لدييجو جوتا. محمد صلاح كان فاضل له هدف ويعادل رقم ستيفن جيرارد اللي هو اسطوره ليفربول في دوري ابطال اوروبا. عايزين نتكلم عن محمد صلاح بشكل مختلف شويه. كل الناس بتقول ان محمد صلاح حلو، وفعلا محمد صلاح ما بقيناش نقدر، بالنسبه لي انا طبعا مش بالنسبه لحضرتك، حضرتك كنت محترف كبير يعني، لا ولكن طبعا محمد في حته ثانيه بصراحه. يعني ما بقيناش نقدر نمدح فيه ونجيب كاتب التاريخ ويسطر سطر جديد ونقعد نقول ان هو ازاي اجمد لعيب في الدنيا وبتاع. حتى توريس امبارح طلع قال صلاح حاليا افضل لعيب في العالم. لكن عايزين نتكلم مش محمد صلاح حلو، عايزين نتكلم محمد صلاح كويس او وصل للي هو فيه ده ازاي. صحيح. خليني اقول لك ان صحيفه ذا اثليتيك عملت ثلاث دراسات عن محمد صلاح، اولهم بتقول ان محمد صلاح هو اكتر لعيب من 2017 لحد النهارده حط نفسه في مواقف هجوميه صح يقدر يخلق منها فرص لنفسه سانحه للتسجيل. اكتر لعيب على مستوى العالم. العالم. صحيح. على مستوى العالم كله، وده طبعا يعني يدل على مدى ثبات محمد صلاح في المستوى. خلينا نقول ازاي محمد صلاح اتطور للمدى ده. محمد صلاح في مجلة مع سبورتس إليستريت عمل حوار في 2018، فكان السؤال انت ازاي وصلت للمستوى ده بعد ما راح من ليفربول من روما ليفربول في 2017. قال لهم اول اتلتيك قدامنا هو طبعا اللي بيتكلم على صلاح، وازاي ان محمد صلاح بالزبط. قدر يوصل لهذا يعني الانجاز اللي بيعمله والمواقف الهجوميه اللي بيخلقها والاهداف اللي بيحرزها. فكان رده ايه بالظبط؟ اول سبب يا كابتن هو لما راح للوتشانو سباليتي المدير الفني لفريق روما ساعتها. صحيح. في وقتها وقال له انا عندي مشكله في الفينش، عندي مشكله في تسجيل الاهداف بعد ما تكون الفرصه خلاص موجوده. بدا لوتشانو سباليتي بيقعد معاه ساعه بعد كل تدريبه يدربه على تسديد الاهداف، على تسديد الكره نهايه الهجمه مختلفة. فابتدى محمد صلاح يتطور على المستوى ده. تاني حاجة وهو دارسي نورمان المدرب اللياقة والأداء في روما. دارسي نورمان اشتغل مع محمد صلاح على ثلاث حاجات، أولهم زيادة التركيز، تاني حاجة الهدوء، ثالث حاجة تنظيم التنفس. نورمان بيقول إن محمد صلاح كان وهو رايح ممكن يقطع مشوار كبير، فالتنفس عنده ما بيكونش مظبوط والتركيز ما بيكونش كويس جدا لأنه وقاطع مشوار كبير. بلغه الكوره كده عقبال ما وصل كان تعب قوي بدني وقع. يفنش كويس بالظبط. فبيقول لك اهم حاجه هو النفس اللي ممكن تاخده قبل التسديده، فده ما بيكونش عنده تنظيم نفس. فبدا يشتغل معاه على كده، بدا يشتغل معاه تمارين سباحه طويله فيقدر ياخد فيها تنظيم النفس في الكرول، حضرتك اكيد عارف. بدا معاه ان هو يلعب يوجا فبدا عنده تركيز اكبر وهدوء اكبر، وكمان بدأ معاه ان هو يعلي له المستوى البدني والاداء البدني بتاعه. وشفنا محمد صلاح اول ما راح ليفربول هيكله الجسماني عضليا مختلف تماما. صحيح. عن اول ما راح روما عن اول ما راح ليفربول. ثالث حاجه وهو جيمي بوبان. جيمي بوبان ده جه عن طريق رامي عباس اللي هو وكيل محمد صلاح الكولومبي. جيمي بوبان لعيب وسط ملعب ومهاجم كولومبي. بوبان اشتغل مع صلاح على حاجات معينة برضو، وهي ان كان بيشوف ان صلاح بيقعد فترة يعني بيجري بالكرة فترة طويلة جدا قبل ما بيسجل، فابتدى يشتغل معاه ان هو يكون موجود في حتة ضيقة علشان ما يجريش بالكرة بالظبط، يأثر المسافة علشان لما يجي يسدد يكون عنده قمة التركيز موجودة. كمان بيقول ان محمد صلاح كان عنده مشكلة في القرارات اللي بياخدها قدام المرمى، فبالطرق وبالتعود ابتدى بوبان يشتغل مع محمد صلاح. وطبعا هو كان في حوار مع ياهو سبورت بيقول ان هو يعني كان ضيافه رامي عباس وصلاح كانت كويسه جدا، وكانوا عاملين حديقه على شكل ملعب في منزله اللي كان جايبه له في روما، وابتدى يشتغل على كده. مع
محمد هو صلاح. طبعا اللي قدامنا في الصوره دوت ويمكن زي ما انت بتقول ودي الحديقه اهي. دي الحديقه اللي كان دي كمان يعني انا برضه ليا تعليق بعد ما تخلص ليه مهم جدا ان الناس او الناس بتقول هو محمد صلاح اتطور بالشكل ده ازاي؟ الموضوع مش على مستوى المدرب لكن اتفضل كمل. فهنا فنرجع نقول ان محمد صلاح حواليه كونسلتو. محمد صلاح في ناس كتير جدا معترضه او بشايفه ان وكيل الاعمال ده كان مجرد واحد بيجيب فلوس او واحد تاني بيجيب اعلانات او واحد بيتفاوض مع ادارات الانديه. يعني نشوف مثلا تصريح لمحمد صلاح طلع من فتره قال فيه انا نفسي اكمل مع ليفربول لحد ما انهي مسيرتي ولكن دي حاجه مش في ايدي دلوقتي. ده طبعا اول اشارات رامي عباس لاداره ليفربول ان احنا خلاص احنا عايزين نجدد ولكن عندنا شروط لازم تحصل. صحيح. هنا ده ذكاء الكونسلتو اللي حوالين محمد صلاح. وامتى محمد صلاح يطلع يتكلم؟ تايمنج ده مهم جدا. بالزبط. امتى يطلع يتكلم امتى ويقول ايه ويقول ايه ويقول بالزبط. ازاي ويكلم الجماهير ازاي ويتكلم مع الاداره ازاي. هو ده الكونسلتو اللي حوالين محمد صلاح. محمد صلاح قدر وطبعا كان في يعني تحليل فيسيولوجي ونفسي لمحمد صلاح وهو ازاي قابل مشاكل كبيره جدا مع ساديو ماني وقابل مشاكل من طريقه نقل العيشه من روما لليفربول وكل ده وصل لها بان هو قدر يتعامل على المستوى النفسي من خلال الكونسلتو اللي اتعمل عليه علشان يوصل لده علشان كده عندنا لعيب كبير. صحيح.